الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. في الأسبوع الماضي تحدثت عن بعض المفاهيم الخاطئة حول العمل وقيمة العمل وآثار العمل. في هذا اليوم أكمل بعض المفاهيم الحديث عن بعض المفاهيم الأخرى الخاطئة أيضا التي تتعلق بهذا الأمر. فهناك من يرى بأن العمل يجب أن لا يكون إلا بمقابل مادي، وأي عمل يكون في خدمة الناس، لرفع حاجات الناس، في تنمية المجتمع، إن لم يكن مقابل أي أجرة مادية أو عطاء مادي فحين ذاك مثل هذا العمل لا يكون إلا مجرد تصرف غبي. البعض يتعامل مع مفهوم العمل التطوعي بهذه الصورة. هذه الفكرة طبعاً لا تتناغم مع العقل الإنساني ولا تتناغم مع الفطرة البشرية، فالله سبحانه وتعالى قد جعل في فطرة الإنسان، في أخلاق الإنسان، في عقل الإنسان ما يدفعه إلى رفع معاناة الآخرين، إلى التفاعل مع حاجات الآخرين، إلى أن يكون إنساناً معطاءً. ولكن الإنسان من خلال حب الذات وطغيان الأنا يتخلى عن تلك القيم الراسخة في وجدانه الفطرية، يتخلى عنها ويتمسك ببديلها الذي لا يمت إلى الفطرة البشرية بل يمت إلى تصورات خاطئة حول العمل. هذه أيضا أحياناً تكون من النتائج الفلسفية للرأسمالية مع العولمة ومع الانفتاح المعلوماتي. مجموعة من المفاهيم الرأسمالية جاءت وإن لم تكن تحت عنوان الرأسمالية، يعني مثلاً في الخمسينيات في الستينيات عندما كان يدعى إلى الشيوعية مثلاً يدعى إلى مفاهيمها تحت عنوان الشيوعية بشكل واضح، ولكن من خلال الانفتاح المعلوماتي ومن خلال العولمة استطاعت بعض المفاهيم الرأسمالية أن تغزو عقول الناس دون أن يشعروا. وواحدة من هذه المفاهيم الرأسمالية ذات البعد الفلسفي التي تترتب عليها آثار عملية هي قضية ترسيخ الأنا وحب الذات ورفع بعض القيم الأخلاقية واعتبارها من الحماقة. بعض التصرفات التي هي تمت إلى الأخلاق في مقابل الأنا تعتبر وفق المفهوم الرأسمالي حماقة وغباء. في بحار الأنوار أن سعيد بن قيس الهمداني رآه، يعني رأى أمير المؤمنين عليا عليه السلام يوما في شدة الحر في فناء حائط، يعني كان هناك بستان أو قطعة أرض ومسورة، فقال يا أمير المؤمنين بهذه الساعة ما الذي أخرجك في هذا الحر الشديد في هذه الأرض؟ قال عليه السلام ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا، يعني خرجت أبحث عن مواطن الخدمة. لم ينتظر حتى سلام الله عليه أن يعرف أن هناك من يحتاج إلى إعانة، يخرج في شدة الحر، يعلم أن في شدة الحر هناك قد يكون إنسان محتاج لمساعدة ما ولو شربت ماء. علي عليه السلام يخرج في شدة الحر يبحث عن مواطن العمل التطوعي. لماذا؟ لأن هذا الأمر في حد ذاته له قيمة، لأنه يتناغم مع العقل السليم، يتناغم مع الفطرة الإنسانية.
وهناك نموذج آخر يقدم على العمل التطوعي، ولكنه يقدم عليه ما دام أنه يعكس عنه صورة إيجابية في نظر الآخرين، يعني يجعل العمل التطوعي مرتهنا بالسمعة والشهرة. إذن هذا لا ينتظر عطاء ماديا، وإنما ينتظر عطاء معنويا. هذا لا يختلف عن سابقه، لأنه في النتيجة يعتبر أن أي عمل لابد أن يكون في مقابله عطاء، وإلا يكون حماقة. لكن الذي اختلف أن العطاء هناك مادي، والعطاء هنا عطاء معنوي يجعله مرتهنا بمثل هذه السمعة والرياء. هذا أيضا يزيل قيمة العمل، ويزيل ويذهب ببركة العمل. لا تتصور أن العمل وإن كان خيريا، إن كان للرياء والشهرة، لا تتصور أن هذا العمل يكون له بركة وأن يكون له امتداد. مثل هذا العمل يحبط، قد يستمر لفترة ولكنه يحبط، وتذهب بركته وتترتب عليه آثار سلبية أخرى. وهناك شريحة كبيرة باتت تتكاسل وتتراخى وتبتعد عن العمل التطوعي، لا لأنها تنتظر عطاء ماديا، ولا لأنها تنتظر عطاء معنويا، بل هي متكاسلة. قد آثرت الرخاء وآثرت الترف وآثرت الكسل على العطاء الذي يكون فيه بذل جهد. هذه الشريحة للأسف هي الشريحة الأكبر ما بين الشريحة الأولى والشريحة الثانية. إذا قارنا بين هذه وتلك، فهذه الشريحة تبحث عن مواطن اللهو والاسترخاء والترف. ولكن مع كل هذا يجب أن يدرك هؤلاء، وندرك جميعا، أن العمل التطوعي له نتائج وله مكاسب إيجابية كبيرة. إذا أدركها الإنسان استسهل صعوبات العمل التطوعي. من بين هذه المكاسب، أولا الراحة النفسية عند قضاء حوائج الناس. هذه قيمة كبرى. في ناس يشعرون بالفراغ في حياتهم، في ناس يشعرون بتفاهة الحياة، في ناس يشعرون بضغوطات الحياة، في ناس يعيشون حالة كآبة، في ناس يعيشون حالة انزواء، ولكن بمجرد أن ينخرط في العمل التطوعي يخرج من كل هذه الأجواء السلبية، ويشعر بقيمة وجوده في هذه الحياة، ويشعر بانتعاشه في هذه الحياة. وإن كان يبذل جهدا، ولكن هذا الجهد ممتع بالنسبة إليه. النتيجة الإيجابية الثانية أن مثل هذا العمل التطوعي ينمي القدرات الذهنية، ويكسب الإنسان مهارات ومؤهلات سلوكية تزيد من نقاط قوة شخصيته. الحياة خبرات، وعندما ينخرط في هذا العمل فإنه لابد وأن يكتسب من خبرات الحياة الشيء الكثير. ثالثا، توفير ضمان مستقبلي للتنمية المجانية في حالات الضرورة بالنسبة للمجتمع. تتذكرون مثلا، من يتذكر في أيام الغزو على سبيل المثال، تجد أن هناك من الشباب من أبناء هذا المجتمع انخرطوا في العمل التطوعي، كانوا ذخيرة، لأنهم قد اعتادوا من قبل أن يعطوا من أنفسهم تطوعا، فحين جاء وقت الحاجة تجدهم لا يركنون إلى الخوف والكسل والانطواء والانزواء، بل تجدهم يقدمون على العمل التطوعي الذي اعتادوا عليه ولمسوا آثاره. أخيرا، الحصول على الثواب العظيم من عند الله عز وجل. إن العمل التطوعي أحد أهم المعالم الحضارية لأي مجتمع، ومن المقاييس المهمة لقياس حيوية المجتمع ورقيه، ومن أبواب رضوان الله في الدنيا والآخرة. وقد جاء في الخبر عن إمامنا موسى بن جعفر سلام الله عليه أنه قال: إن لله عبادا في الأرض، والتعبير جدا جميل، إن لله عبادا في الأرض
يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. ومن أدخل على مؤمن سرورا فرح الله قلبه يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وأن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.